يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. ازيكو؟ النهاردة هيكون أول فيديو من وصفات شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتو طيبين. هنعمل مع بعض حلقة سريع وسهل جدا نعمله بعد الفطار، هيعجبكم جدا. هنا كنت عايزة اوريكم ان في شكلين من الكيك اللي انا هستخدمه، فانا اخترت اللي هو عليه شوكولاتة بيضة. اول طبقة في الحلقة اللي هنعملها النهاردة هتكون بالكيك، اي كيك جاهز عندكم 7 دايز اي كيك. ياريت ما يكونش فيه طبقة شوكولاتة زي اللي كان معايا ده، يعني لو ما فيهوش طبقة الشوكولاتة هيكون افضل. هنقطع الكيك كده من النص ونعمله اول طبقة معانا في الصينية. كده الطبقة الأولى جاهزة. هنعمل بقى الطبقة التانية، هتتكون من قشطة وعليها ظرف كريم كراميل. وكمان ظرف دريم ويب. هنقلبهم مع بعض، وقوامهم هيكون تقيل شوية فهنزودت لهم شوية حليب وضربتهم في الخلاط. ده القوام اللي انا كنت عايزاه، بقى مظبوط معايا. بفرده كده طبقة تانية. كده طبقة جاهزة معانا. هنعمل بقى الطبقة التالتة، اللي اتبقى من الخليط هنضيف عليه نسكويك. ونقلبهم كويس مع بعض لحد ما يكون اللون بالشكل كده. هضيفهم بقى كطبقة تالتة. كده طبقات جاهزة معايا، بقى هزينهم بالشوكولات فليك. الطبق معانا بقى جاهز، طبق حلو ولذيذ وجاهز في دقايق، يعني دقيقتين بس هيكون جاهز معانا. ممكن نعمله قبل الفطار ونحطه في التلاجة لمدة ساعة كده، وبعد الفطار هناكله بكل سهولة ويكون جاهز معانا، مش محتاج فرن، مش محتاج اي حاجة. وكمان كان طعمه لذيذ جدا جدا، عجبني قوي، وان شاء الله هيعجبكم كمان. ولو حابين تستبدلوا الكيك الجاهز ممكن تعملوا كيك شوكولات في البيت عادي جدا، هيكون لذيذ برضو. جربوا وقولولي كمان رأيكم، وما تنسوش كمان لو عجبكم فيديو النهاردة تعملوا لايك. كده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. استنوني في وصفة جديدة وطبخة جديدة. بحبكم جدا جدا، هتوحشوني لما اشوفكم في فيديو جديد. وباي باي.